بنت، ايوا بنت، هذه بنت الاخت ديالي خدامه في السي اش اي، وكانت في هذه المده كلها منين بدات كورونا وهذا، من يعني من هي والزملاء ديالها، من الناس اللي كافحوا وسهروا وقاصوا في هذه المده كلها ديال الوباء. ايوا هي خدامه في لابوراتوار ديال كورونا فيروس بالضبط. ايوا التحاليل وهذا، كدير تحاليل وهذا، ويعني من دوك الجنود اللي هما مباشره مع الفيروس. قلت لك وتقاس، حملت الفيروس نهار الثلاث، حملته عن طريق واحد الزميله ديالها في المستشفى، يعني عبر الاحتكاك وهذا. حملت الفيروس، دارت التيست، لقات بان عندها فيروس كورونا، ولات عاوتاني عاودت الفيروس المره الثانيه، خرجت بانها حامله الفيروس، مشات للدار، جلست واحد اليومين في الدار ولا ثلاث ايام، تزادت عليها الاعراض، عيطات لهم، عيطات للزملاء ديالها وعيطات للناس في الاداره، قالت لهم راه شنو راني حامله الفيروس ديال فيروس كورونا، ودابا راه تزاد عليا الحال، وراني السخانه طلعت لي، والحلق ديالها بدا كيتكها، والتنفس ما بقاتش كتقدر بانها تتنفس، وهذه قالت لهم صيفطوا لي الاسعاف وهذا، باش يعني ما بقى حالتي، قالت لهم حالتي ما بقيتش كي كنت في الاول، كنت في ذاك اليومين الاولى كانت شي شويه، من بعد ابخي 3 ايام 4 ايام صافي تدهورات الصحه ديالها، حتى صافي حتى اغمي عليها، عيطت الاب ديالها، شاف بنته هكاك، عيط للمسؤولين، عيط للناس ديال سي اش اي، قال لهم واش هذه السيده خدامه وتقاصت في الدومين ديالها في يعني في وسط سي اش او حملات الفيروس، ودابا مخلينها سامحين فيها في الدار كتعذب، ودرجه الحراره وصلت عندها نعم الله شحال وصلت عندها، يعني ما تلقات ولا يد المساعده من من من, من سي اش. بدات واحد الحاله ما يعني ما نقولكش، يعني في الاخير ولات كتقيه الدم، والله العظيم في الاخر ولات السيده كتقي الدم، وبا كيشوف فيها وراجلها كيشوف فيها كتعذب، وكيعيطوا لهم وكيقولوا لهم واخا دابا نرسلوا لها الاسعاف، دابا نرسلوا لها الاسعاف، وهذه غير بنت الدومين وكتخدم في السي اش او، وشو شنو وقع لها؟ وربما ولا كان شي شخص عادي، انسان مواطن عادي مسكين تقاس وهذا، ربما يبقى حتى يموت. المفروض هادو راه هما الجنود، هما يعني في الواجهه، هما اللي كيخصهم الحمايه الاكبر، يعني المفروض كي تقاست النهار الاول دارت تيست ولا تعاودات عاوتاني المره الثانيه تاكدت بانها حامله الفيروس، والمفروض ديك الساعه يعيطوا هما يرسلوا لها الاسعاف ويجيبوها ويقوموا لها بالعنايه وبهذا، ماشي تخليوا السيده مرميه حتى ربي اللي عالم بها، وعندها وليد، حتى الوليد تقاس، راجلها باها تقاس، ما هي تقاست هاد النهار، هي غادية هي الان في هاد اللحظة هادي اللي كنهضرو فيها، راه لومبيلونس غادية تهزها الان. ودابا المأهل، دابا المشكلة حنا اللي بقى فينا الحال، هو انه هادي تقاست، يعني هادي بنت الدومين، يعني خدامة في وسط لابوراتوار ديال كورونا فيروس، يعني في السي اش او، يعني كتسمى الى جينا نسميوها حادثة شغل، وما لقاتش العنايه وما لقاتش المراعاه، يعني اش تقول لوحده اخر براني مسكين او مواطن عادي تقاس في الزنقه او حمل الفيروس وجلس في دارو كي هذا كيعيط لهم دابا نجي ودابا نجي ودابا نجي ودابا نجي، وراه عيطت لهم المره الاولى وعيطت لهم المره الثانيه، حتى صافي ما بقاتش قاده، حتى باها دخل عليها ولقاها في واحد الحاله ما تصورش، وبدا كيغوت وبدا هذا والتليفونات، وكيعيط للمسؤولين وكيعيط للمدير ديال المستشفى وعيط للمسؤولين ديال هذا، والاصدقاء ديالها براسهم بقى فيهم الحال، الزملاء ديالها في العمل صراحه ضامنوا معاها وبقى فيهم الحال، يعني ما عرفتش انا هذا. وهذه راها منكم، هذه راها بنت الدار، هذه راها مسؤوله على وزاره الصحه، يعني ماشي وحده نامبورت كي من امه الشعب غادي نقولوا حقا ما عندها لا حنين لا رحيم من غير الله سبحانه وتعالى. المفروض هادو الناس ديال الدومين اللي كيتقاسوا راه كيخصهم هما الاولى تبادروا بهم،
يعني هي راه منين غتبرا وغادي تدير لاباس راه غتخرج تكمل الدومين ديالها وغتكمل العمل ديالها وغتلتحق مع الزملاء ديالها وغادي عاوتاني تدخل نفس المهنه ونفس هذا غادي تمشي وغادير تحاليل لعباد الله وغادي يعني اش خليتي انت الناس اخرين. حنا انا كنطالب انا خال انا حبيبها انا اللي كنطالب وزير الصحه مباشره ما كاين لا كاتب عام ولا التنسيقيه الجهويه كنطالب وزير الصحه يفتح تحقيق مباشره كنتمنى انه يشاهد هذا الفيديو يفتح تحقيق مباشره ويجي وتجي لجنه من وزاره الصحه ويديروا شغلهم ويشوفوا فين الخلل فين كاين الخلل بس السيده مريضه وجالسه في دارها 3 ايام ومن بعد 3 ايام تزادت عليها الحاله حتى وصلت لواحد الحاله اللي راه ربي اللي عالم بها رامها بقوه لانها كانت هزات الفيروس وهذا تمها هي تقاصها هي الان في هذه اللحظه اللي كنهضر معكم في هذه اللحظه بالضبط راها متقاره الان كتحملها سياره الاسعاف غاديه دياها الان في هذه اللحظه